نعمل الطشه بتاعت الشوي اللي هنسقي بيها السمك لما يطلع من على الفحم. تمام، ادي مقدار كتير من الثوم، عامل راس ثوم. تمام، عامل ايه تاني؟ هحط عليها معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. هعمل ايه كمان؟ هحط عليها كمون، توابل بتاعتي عموما يعني، كمون. هحط عليها الهريسه بتاعتي، والهريسه دي قليله فانا هكترها. بحط مقدار الملح طبعا، الريحه مش قادره اقول لكم شكلها ايه، جميله اكتر من جميله. حطيت الهريسه، وهنحط شويه فلفل، الله، فلفل اسود. كمان هنعمل ايه؟ هنحط مقدار من الخل، ومقدار من الليمون كده، يعني فنجان صغير كده. الخلطة بتاعتي جاهزة، او الطشة بتاعتي جاهزة، هدوقها بس كده. تمام، جميلة جميلة جميلة، وريحتها اجمل.